الموت عمره ما كان فناء، الموت انتقال من حياة إلى حياة، والشهادة هي بداية صناعة الحياة. حياتنا عبارة عن اختيارات، في ناس بتختار طريق الخير والعطاء، وناس بتختار طريق أهل الشر. وقمة العطاء لما الشهيد بيقدم نفسه وروحه في ده بلده ويحارب ويواجه عدو جاهل بيتاجر باسم الدين والدين منه بريء. الإسلام دين سلام وعطاء، ولا زال الأزهر الشريف يستكمل رسالته في مواجهة الفكر الظلامي ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة. وصدق الله العظيم إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت رسالة تكريم لأسرة كل شهيد لما قابلوا شاب من الصحابة اسمه جابر بن عبد الله، ولقاه منكسر وحزين قال له: مالك؟ قال له: أبويا استشهد يوم أحد. فسيدنا النبي جبر بخاطره وبشره وقال له: ما كلم الله أحدا أبدا إلا من وراء حجاب، لكنه كلم أبوك وكرمه، ولم تكن هذه المنزلة إلا للشهيد. فكانت رسالة من النبي إلى أسرة الشهيد، ومن هنا ببشر وطمن كل أم شهيد وأسرته وولاده، وبقول لهم إن الشهيد في أعلى منزلة وأحسن مكان. إذا كان الشهيد هو رمز الإيثار والعطاء، فإحنا كمان لازم نأدي دورنا ونكون قد المسؤولية ونبني بلدنا مصر. اللهم ارحم شهداءنا، وأنزل السكينة على قلوب أمهاتهم، واحفظ يا ربنا بلدنا وجيشنا من كل شر وسوء يا رب العالمين.